هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبا ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال إمامكم ضمين على صلاتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا صحيحا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا، ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية، ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. نعم. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة السر الصلاة. نعم. السرية. نعم. تحمل الأحاديث التي تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وأحاديث وردت في هذا المعنى. وعلى كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر فإنه يستمع له، لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش ولقرأ قراءة لا يعقلها، حصلت مشقة شديدة. وأما درجة الحديث ما لي أنازع القرآن فقد رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم، وأما لفظة الإمام ضمين فهذه لم ترد في هذا الحديث. نعم. وإنما ورد في حديث آخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. نعم.